السلام عليكم، ازيكم شباب؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح ازاي نعمل الدرور ده، تمام؟ نعمله بالانيميشن ده. يعني في باكج بتعمل الدرور ده، بس احنا هنعملها من غير استخدام باكج. هنستخدم 3 حاجات. اول حاجه هنستخدم الستاك، تمام، وهنستخدم الانيميشن كنترولر، تمام، وهنستخدم الترانسفورم. طيب تعال نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه عندي ماتريال اب، تمام، ماتيريال اب اهي، ماشي، وبترجع اوبجكت من الكلاس اللي هي اسمها ماي هوم بيج. طيب تعالى الاول نحلل الموضوع ده. لو جيت انا دوست كده هتلاحظ ان دي مثلا سكرين، ماشي، ودي سكرين تانية خالص. ايه الويدجت اللي كانت بتخليك تقدر تحط سكرين فوق سكرين؟ الستاك ويدجت هي اللي كانت بتخليك تحط سكرين مثلا فوق سكرين وتصغر دي وتكبر دي. طيب دي اول حاجه خلصنا منها، يبقى احنا هنستخدم الستاك عشان نحط ويدجت فوق ويدجت، تمام. تعالى نمسح الكلاس ماي هوم بيج دي كلها كده ونعملها من اول وجديد. هنعمل ستيت فول ويدجت، تمام، هنسميها ماي هوم بيج، ماشي، تمام. تعالى نعمل كنترول اس كده وايه، ونعمل هوت ريستارت. الشيء التسجيل شغال، تمام، هو كده ايه، رجع لي الشاشة السوداء عشان نرجع كونتينر. طيب تعالى نرجع ستاك، ماشي، وفي الستاك اللي تشيلدرن بتوعه هنخلي مثلا كونتينر اول تشايلد هيبقى كونتينر مثلا ولونها color colors dot blue مثلا، اللي هو ايه، ماشي. تعالى نشوف كده، تمام، دي اول ايه، الكونتينر. طيب تعالى نعمل الكونتينر كمان نخليها لونها احمر، ماشي، ونعملها ايه، نشوف مين اللي هيظهر فوق مين. طيب ما حصلش اي حاجة، ماشي، تمام، هي اللي لونها بلو هي اللي ظهرت. ما غيرتش اللون، ريد، تمام، نغير اللون نخلي ريد، ماشي، والمفروض ايه، الريد هي اللي هتظهر فوق البلو. لو جيت تجرب مثلا، كنا مثلا لما نيجي نحرك نحطها جوه بوزيشند ويدجت كانت بتتحرك. طيب تاني حاجة، عندنا حاجة اسمها ترانسفورم ويدجت، تمام. الترانسفورم ديت بتخليك بتمكنك ان انت تعمل اكتر من حاجه. في ترانسفورم دوت روتيت، دي بتخليك تعمل تدوير للويدجت بتاعتك بزاويه معينه. في ترانسفورم دوت سكيل، بتخليك مثلا تصغر وتكبر الويدجت بتاعتك. في ترانسفورم دوت ترانسليت، بتديها اسمها حاجه اوفست، دي بتخليك تحرك الويدجت بتاعتك يا اما على محور السينات يا اما على محور الصادات، تمام، اللي هو الافقي والراسي، وهكذا. يعني تعالى نجرب مثلا ترانسفورم دوت سكيل، ماشي، وبتديها حاجه اسمها ايه، سكيل. في سكيل اكس وسكيل واي، وفي سكيل دي اكس وواي مع بعض، بتديها مثلا نص، نخلي الايه، السكيل بتاع الكونتينر اللي هي الحمراء دي نص. لو جيت تشوف هتلاقي الكونتينر الحمراء ايه، بقت هنا في النص هنا. طيب احنا عاوزين بقى في حاجه بقى في الترانسفورم ديت، في حاجه اسمها ترانسفورم بس كده. طيب ترانسفورم بس كده دي محتاجه ايه؟ دي محتاجه حاجه اسمها ترانسفورم، ماشي. اللي انا هعمله دلوقتي عاوز اعمل مزيج. تعالى الاول مثلا نعمل الاول ترانسفورم دوت ترانسليت، تمام، ومحتاجه حاجه اسمها اوفست، ماشي، دي اوفست دي نقطه، تمام، هنديها الاوفست، ماشي، وهي نقطة محتاجة منك الاكس، مقدار التحريك على محور اكس ومقدار التحريك على محور ايه، واي، تمام. هنخليها مثلا اكس 5 والواي بايه، ب 10، ماشي. وتعالى ايه، نجرب كده ونعمل ايه، هوت ريستارت، تمام. لاحظ ان هي اتحركت اهي، بص اتحركت من فوق شوية. تعالى مثلا نخلي دي ايه، 100، تمام، بص هتنزل لتحت غالبا. تمام، انا بقى عاوز اعمل ايه، عاوز اعمل مزيج بين التحريك. يعني عايز احركها مثلا، لو انت جيت تبص في الدرور بتاعنا كان بيتحرك على اليمين، تمام، وبيتصغر. طيب
نعمل حاجه زي دي ازاي؟ في حاجه اسمها ترانسفورمر بس لوحدها كده، تمام، ودي بتبقى محتاجه حاجه اسمها ترانسفورم. طيب ترانسفورم عندنا حاجه اسمها ماتريكس 4. ماتريكس 4 دي من خلالها بنقدر ندمج اكتر من عمليه مع بعض، يعني مثلا ممكن تعمل سكيل مع روتيت، سكيل مع ترانزليت، تمام، وهكذا. فانت هتقول ايه؟ ماتريكس 4 دوت ايدنتيتي. دوت ايدنتيتي، ايدنتيتي دي مصفوفه الوحده، تمام، اللي هي ايه؟ مكونه من 4 اعمده او 4 صفوف، تمام. انت ممكن تبحث تشوف يعني ايه مصفوفه الوحده، تمام، بس انت هنستخدم الصيغه دي، تمام، عشان تدمج اكتر من حاجه مع بعض، تمام. ولو عملت كده دوت دوت وكتبت مثلا سكيل، تمام، والسكيل خليته نص، ماشي، تعال نشوف كده، هتعمل لك نفس الحاجه برضو، يعني هي هتعمل لك نفس الحاجه، بس اللي بتمكنك منه ان انت ممكن تخليها تعمل اكتر من حاجه مع بعض. يعني لو عملت بقى دوت دوت ترانزليت، تمام، عاوزين نحركها مثلا، تعالى نعمل، عاوزين نحركها نديها الاوفست، تمام، اوفست. هي الترانزليت محتاجة ايه؟ تمام، عاوزين نحركها مثلا على المحور اكس. الترانزليت اللي هنا بتختلف عن الترانزليت التانية، هنا بتديها قيم، هنا زي ما هو قايل لك اهو، بتديها اول حاجة القيمة بتاعة الاكس، تمام، وفي array، تمام، وبتديها ليست تانية كده اللي هو البارامتر التاني، بتديها ليست اللي هو المحور السينات، محور الصادات، تمام، والزد ده اللي هو ايه؟ البعد التالت، تمام. فاحنا عايزين نحركها على محور اكس بحيث ان هي ايه؟ تروح على اليمين. يعني مثلا هنا عاوزين نخلي الكونتينر الحمراء ديت تروح على اليمين كده، ماشي. فهنعمل ايه؟ نديها مثلا هنخليها 200 مثلا او 250، تمام، يعني هيبقى هيحصل لها تصغير، تمام، وهيحصل لها ايه؟ تحريك، تمام. تعال نشوف كده ايه، تمام، هيداني هنا اكسبشن عشان هو محتاج هنا قيمه دبل، مش لو جيت تشوف هنا تلاقي الاكس المفروض يعني تبقى قيمه دبل، ماشي. طيب كده اتحركت ايه؟ هنا شويه كده. طب انا عاوزها ايه؟ انا عاوز مثلا اخليها 255، ماشي. طيب طيب ماشي، او نخليها مثلا، طيب اول حاجة نخليها مثلا 255. طب احنا مخلينا 255 اصلا يعني. طيب انا عاوز اخلي الكونتينر ديت تبقى في نص الترانسفورم، يعني المحاذاة بتاعتها تبقى في نص الترانسفورم اللي هي البرنت بتاعتها. ففي حاجة اسمها الالاينمنت، تمام، ودي الالاينمنت هتديها مثلا الالاينمنت دوت سنتر مثلا، ماشي، دي هتحط لك الويدجت بتاعتك في نص الترانسفورم، ماشي، هي ايه؟ بقت في السنتر اهي، ماشي. يبقى كل اللي انا عملته حطيت الترانسفورم، عملت الالاينمنت بالاينمنت دوت سنتر عشان اخلي الكونتينر تبقى في نص، اللي هي التشايلد تبقى في نص الترانسفورم ويدجت. طيب دي كانت الماتريكس 4. الماتريكس 4 دي موضوعها طويل قوي يعني، بس دوت ايدنتيتي دي ايدنتيتي دي ماتريكس الوحده، مصفوفه الوحده بس مكونه من 4 صفوف و4 اعمده، وهي اللي هتمكنك من ان انت تعمل سكيل مثلا وترانزليت، وممكن مثلا تعمل روتيت كمان، روتيت، تمام، اللي هي تدوير، ممكن تعمل اكتر من حاجه مع بعض. ايه النقطتين اللي انا عاملهم مع بعض دول؟ دي حاجه اسمها الكاسكيد اوبريتور، ممكن تبحث عنها، تمام، دي في دارت، اكتب كاسكيد اوبريتور، تمام. طبعا اكيد مش هقدر اشرح الحاجات دي كلها مع بعض يعني، بس خليك عارف يعني. طيب انا عملت ايه؟ طيب انا كده عملت الويدجت دي. طب انا عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز اخلي مثلا السكيل، خليها مثلا، خلي مثلا السكيل بواحد زي ما هي، بواحد ده يعني مش هيعمل سكيل، هتلاقي الكونتينر هتاخد حجمها الطبيعي، طيب ماشي. طبعا هو محتاج قيمة دبل، ماشي، عشان كده ادانا اكسبشن. طيب
بص يا سيدي، انا اخلي مثلا ديب زيرو، تمام، الترانزليت ديب زيرو اللي هي التحريك على محور اكس بزيرو. طيب انا عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز مثلا يبقى عندي درور هنا، ماشي، خلينا نعمل سكافولد، سكافولد شايلد، شايلد سكافولد، ماشي، وهنعمل الابر، وفي الابر هنا هنحط الليدنج مثلا، ايه الليدنج بايكون بوتون، ايكون بوتون اهو، تمام، والاون بريست خليها بنال دلوقتي، تمام، وتعالى نعمل سوفت راب كده، تمام، والايكون هنا عايزين نخليها ايكون دوت ايكون، ايكون ايكونز دوت ايه دوت منيو، تمام. انا عاوز اعمل ايه؟ بص انا عاوز اعمل ايه، لاحظ ان انا حطيت الاسكافولد في الـ يعني الكونتينر بتاعتي دي دلوقتي هي عباره جواها سكافولد، تمام، بس طبعا يعني الكونتينر دلوقتي ملهاش اي لازمه، يعني ممكن اشيلها، تمام، بس كل اللي انا عاوز اعمله، عاوز لما ادوس على البتاع ده، على الدرور اللي هنا ده، خلينا نخلي مثلا الكلر بتاعه ابيض دوت وايت، ماشي. طيب انا عاوز لما ادوس على الدرار اللي هنا ده، السكيل بتاعي يبقى بنص، تمام، والترانزليت تنزل تبقى زي ما هي، يعني زي ما احنا كنا محركين نفسي، يعني لما ادوس على الدرار ده، تمام، يبقى ايه، يبقى السكيل بتاعي بنص، تمام، والترانزليت بتاعتي بكام، ب 255 وايه وعلامة كده، تمام، يعني بص اهي تبقى كده، لما ادوس على الزرار ده تبقى كده، ولما ادوس عليه تاني ترجع تاني، تمام، يبقى الحجم بتاعها الطبيعي. يبقى احنا عندنا قيمتين، القيمه الابتدائيه، القيمه الابتدائيه بتاعتي اول حاجه السكيل كان بواحد وعاوز اخليه بنص، تمام، اللهم صل على النبي، ايه تاني، الترانزليت بتاعتي اللي هو التحريك على محور السينات كان بزيرو، تمام، وعاوز اخليه ب 255، 255، تمام. طيب يبقى انت عندك قيمه ابتدائيه واحد والقيمه الايه النهائيه زيرو، والقيمه الابتدائيه هنا بزيرو، تمام، والقيمه النهائيه بواحد. ايه الحاجه اللي هتخليني اعمل الموضوع ده؟ طيب الحاجه اللي هتخليني اعمل الموضوع ده هو الانيميشن كنترولر. الانيميشن كنترولر بيبقى ليه قيمه ابتدائيه، تمام، وليه قيمه نهائيه، ماشي، والترانسفورم عشان تخليها لما اجي ادوس على البتاع ده، لما اجي ادوس على الزرار يبقى بشكل سموث كده، يبقى فيه نوع من الانيميشن، يبقى تحط الترانسفورم بتاعتك دي جوه ويدجت اسمها انيميشن بولدر، تمام. انيميشن بولدر دي نوع من انواع الاكسبليسيت انيميشن، تمام. يبقى انا الانيميشن كنترولر هو اللي هيخليني اغير القيم، تمام، يبقى اللي هيتحكم لي في القيم الانيميشن كنترولر. يبقى انا محتاج انيميشن كنترولر، تمام، ومحتاج كمان انيميتد بيلدر، تمام. الانيميتد بيلدر دي هي اللي هستخدمها في ايه، هي اللي هستخدمها، هي ويدجت هستخدمها في ان انا ارابل الترانسفورم دي بيها. هي بتشتغل مع الترانسفورم وممكن تعمل بقى اكتر من حاجه، يعني تعمل ترانسفورم دوت روتيت، تمام، ترانسفورم دوت ترانسليت، تمام، لان بيبقى لها قيمه ابتدائيه ولها قيمه نهائيه، وبتعملها بطريقه ايه سموث كده، بطريقه فيها شويه انيميشن. يعني يبقى اول حاجه انا محتاجها الانيميشن كنترولر. طيب نعمل ايه، انا بسجل، تمام. اول حاجه هنعرفها، ماشي، هنيجي هنا في الاستيت هنعرف حاجه اسمها ليت، تمام، انيميشن كنترولر، تمام، مش هنعمله انيشيالايز، وهنيجي في الانيت ستيت، تمام، بس عشان تستخدم الانيميشن كنترولر لازم تعمل ويز سنجل تيكر بروفايدر ستيت ميكسين، تمام، وهقول لك هنستخدمها ليه دلوقتي. تمام، هتعمل انيت ستيت،
نت ستيت، تمام. وفي النت ستيت ديت هنعمل ايه؟ النت ستيت عشان اول ما الابلكيشن بتاعنا يشتغل يعني، تمام. تمام، هنعمل انيشاليز للانيميشن كنترولر ده في النت ستيت. هنعمل انيميشن كنترولر بيساوي انيميشن كنترولر انيميشن كنترولر، والسنجل تيكر بروفايدر ستيت ميكسنج دي هنجيب منها حاجه اسمها زيس، تمام. طبعا مش هقدر اشرح لك كل حاجه دلوقتي، بس يعني ابقى عارف ان انت لازم تبقى حاطط زيس دي، تمام، اللي هي الفي سيك دي، تمام. ممكن تبقى طايره عنها، بس انا استخدمت السنجل تيكر بروفايدر ستيت ميكسنج دي عشان ايه؟ بستخدم كلمه زيس دي. طيب عندك الانيميشن كنترولر في حاجه اسمها اللور باوند. اللور باوند، تمام، دي القيمه الابتدائيه، تمام، اللي انت هتبدا منها الانيميشن. وفي الابر باوند، تمام، دي القيمه اللي انت هتنهي عندها الانيميشن. الانيميشن كنترولر هو اللي هيتحكم لك في الانيميشن. هو ايه اللي ايه هو اللي بيتحكم في الانيميشن بتاعك يعني. الناس اللي عندك ويدجت هتعمل لها انيميشن، الانيميشن كنترولر ده هو اللي هيتحكم فيها. طيب انا ما عملت مش هعمل هنا اي حاجه، بس الانيميشن كنترولر بتبقى القيمه الابتدائيه بتاعته بزيرو والقيمه النهائيه بواحد، انا هسيبهم زي ما هم. وبياخد حاجه تانيه اسمها ديوريشن، تمام. الديوريشن ديت الايه الفتره اللي انت عايز الفتره اللي بتغير منها، هقولها لك ازاي مش عارف. المهم يعني هنشرحها طيب بالتطبيق العملي، تمام. والديوريشن دي مثلا هتديها السكندز بثانيه واحده، تمام. طيب كده احنا خلصنا الايه الانيميشن كنترولر، يبقى ده كده تمام. هنستخدمه في ايه عشان ناخد منه القيم، تمام. هننزل تحت هنا بقى الترانسفورم بتاعتنا دي هنرابها بحاجه اسمها انيميتد بيلدر، تمام. يبقى تعالى ناخدها كده قط، تمام، وهتربها بايه بانيميتد بيلدر، ماشي. والبيلدر ده الانيميتد بيلدر بيبقى محتاج حاجتين، بيبقى محتاج حاجه اسمها انيميشن، تمام. الانيميشن ده هبصي فيه الانيميشن الانيميشن كنترولر، تمام. والبيلدر ده بقى هو اللي بترجع جواه الويدجت اللي انت هتعمل لها انيميشن، تمام. فهنا هتعمل ايه؟ هو محتاج هنا منك، بص، محتاج هنا منك حاجتين، محتاج بيلد كونتكست والويدجت، تمام، اللي هي اللي هتبقى الويدجت اللي انت ترجعها، اللي هو التشايلد يعني. فانت هتحط له هنا كونتكست، تمام، وهتقول له ايه تشايلد، ماشي. تعالى ايه نعمل فورمات للكود بتاعنا كده، ترادس شيفت الت، تمام. هتعمل هنا ايه بقى؟ هتعمل ريتيرن، هنرجع ايه؟ المفروض احنا هنريتيرن ايه؟ هنريتيرن الترانسفورم بتاعتنا. ايه طيب، يبقى انا كل اللي انا عملته عملت انيميشن كنترولر، تمام. و ده عرفت ان المفروض هي ايه بقى، انيميشن كنترولر، ماشي. طيب انا عملت هنا ايه يا سيدي؟ انا حطيت انيميتد بيلدر، تمام، عشان دي الويدجت اللي انت بتبص لها الانيميشن بتاعك او الانيميشن كنترولر، وهو بيعتمد على قيم الانيميشن كنترولر ده عشان يعمل انيميشن للويدجت اللي جواه. وغالبا يعني ما هتستخدم الترانسفورم مع الانيميتد بيلدر يعني، غالبا يعني كل معظم استخداماتك هتبقى بتستخدم الترانسفورم دي بالخواص بتاعتها بقى، سكير، روتيت، ترانزليت، وهكذا مع الانيميتد ايه بيلدر. طيب انا عاوز اعمل ايه؟ الانيميشن كنترولر ده ليه حاجه اسمها فاليو دوت فاليو، تمام. انا عاوز اخلي في بدايه الانيميشن، تمام، السكيل بتاعي ده هيبقى ايه. تعالى الاول على الترانسليت، انا عاوز القيمه بتاعه الترانسليت تبقى انيميشن كنترولر دوت فاليو، تمام. ايه اللي هيحصل هنا؟ في البداية هتبقى بزيرو، تمام، الترانزليت هتبقى بزيرو. طب وفي النهاية خالص المفروض هتبقى بإيه؟ هتبقى بواحد،
يبقى هتبقى بكام في الاخر؟ هتبقى بواحد. طيب انا عاوزها في الاخر، في الاخر تبقى كده يعني في البداية خالص الترانزليت زي ما احنا قلنا هنا هتبقى بزيرو، تمام؟ فهو الانيميشن كنترولر اصلا في البداية بيبقى بزيرو. طيب وفي النهاية، في النهاية عاوزها تبقى ب255. يبقى انا اهو انا عاوزها في النهاية تبقى ب255. يبقى انا كل اللي انا هعمله لما الانيميشن كنترولر دوت فاليو دي تبقى بواحد هتضربها في ايه؟ في 255. يبقى هو مثلا لو بزيرو في 255 بزيرو، واحد من عشرة في 255 برقم بكسر، تمام؟ فانت هتفضل تحركها ايه؟ بطرق يعني هتفضل تحرك البتاع دي بمسافات صغيرة 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 لحد ما توصل لايه؟ للقيمة اللي انت عاوزها. طيب السكيل بتاعك عاوز تعمل ايه؟ انا عاوز مع بداية الانيميشن خالص السكيل بتاعي بايه؟ يبقى بواحد. بواحد ده يعني ايه؟ مش هيحصل اي سكيل، مش هيحصل اي تصغير ولا تكبير، هتبقى الويدجت بتاعتك زي ما هي. انا عاوز في تفضل تصغر 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 لحد ما تبقى بكام؟ لحد ما تبقى بي نص. طيب نعمل حاجة زي دي ازاي؟ عندك انا عملت معادلة كده وهفهمها لك. انا هقول واحد، تمام؟ اكتب هنا واحد ناقص، تمام؟ animation control animation controller dot value في 3 من 10. طيب ايه اللي انا كتبته ده هفهمه لك دلوقتي. بص يا سيدي، في البداية خالص ال animation controller القيمة بتاعت ال animation controller هتبقى بكام؟ بزيرو. طب فزيرو في 3 من 10، تمام؟ هيبقى بزيرو، يبقى واحد ناقص 3 من 10 ناقص زيرو هتبقى بزيرو، هتبقى بواحد، يعني الويدجت بتاعتك تبقى بحالها. طيب لو بواحد يبقى واحد في 3 من 10، لو بواحد هتبقى واحد في 3 من 10، تمام؟ ب3 من 10 يبقى واحد ناقص 3 من 10 يبقى السكيل بتاعك هيبقى بكام؟ بسبعة بإيه؟ 7 من 10، تمام؟ وهكذا كل ما القيمة تكبر، تمام؟ كل ما الطرح يقل، تمام؟ يعني مثلا لو هنا مثلا دي بنص، أو لو دي بنص يبقى نص في 3 من 10 بكام؟ والله ما عارف. تعالى نجيب كالكوليتور كده، تمام؟ يبقى نص في 3 من 10، تمام؟ هيبقى ايه؟ 15 من 100، ماشي؟ لحد ما تبقى بكام؟ لحد ما تبقى بواحد في 3 من 10، تمام؟ يبقى بكام؟ 3 من 10. وانا بقى عندي واحد ناقص 3 من 10، واحد ناقص 3 من 10 يبقى بكام؟ ب7 من 10، تمام؟ يبقى اخرك 7 من ايه؟ 7 من 10، ماشي؟ مش هيبقى اخر نص. انت ممكن تغير في ال 3 من 10 دي مثلا تبقى 6 من 10. طيب انت هتسأل نفسك سؤال، طب هو ما حطش الانيميشن كنترول واحد ناقص انيميشن كنترولر دوت فاليو ليه؟ لو الانيميشن كنترولر دوت فاليو، تمام؟ يبقى لو مثلا واحد ناقص انيميشن كنترولر دوت فاليو يبقى القيمة النهائية بتاعت الانيميشن كنترولر هتكون بكام؟ بواحد، تمام؟ يبقى واحد ناقص واحد من هنا هتبقى بزيرو، ولو السكيل بزيرو يبقى الويدجت بتاعتك هتختفي، تمام؟ وده من انا مش عاوزه، انا عاوز الانيميشن بتاعتي تفضل، الويدجت بتاعتي تفضل موجوده، يفضل موجود منها جزء. فهيفضل يحصل عمليه تصغير لحد ما ايه؟ السكيل بتاعي يبقى بكسر مثلا، تمام؟ فبقى لي حاجه واحده بس، ماشي؟ لو جيت تعالى نسيف كده، ماشي؟ وتعالى ايه نشغل. طبعا ايه هيديني ايرور، مش هيعمل اي حاجه، ماشي؟ مش هيعمل ايه، مش هيعمل اي حاجه، لان الانيميشن كنترولر دوت فاليو، تمام؟ هو يبقى انا المفروض اعمل ايه الاول؟ المفروض لما ادوس على الزرار ده، لما ادوس على الزرار ده انا عاوزه يبدا الانيميشن، تمام؟ لما ادوس على الزرار يبدا الايه؟ الانيميشن. طيب هعمل ميثود مثلا هنسميها ايه؟ توجل، ماشي؟ توجل، وكل اللي هتعمله توجل ديت هقول لها ايه؟ لو انت الاول اصلا ما ابتديتش الانيميشن بتاعك. طيب هتقول لو الانيميشن كنترولر دوت از ديسمست، تمام؟ لو هو لسه ما بدأش، تمام؟ هتخليه ايه؟ هتخليه يبدأ. بنخليه يبدأ ازاي؟ بنقول فورورد انيميشن كنترولر
دوت فورورد، دي بتبدأ لك الانيميشن بتاعك. فهو هيفضل يبدأ لحد ما يوصل لايه، لواحد. إلس بقى لو الانيميشن بتاعك بقى كومبليتد، لو بقى كومبليتد وانا جيت دوست على الزرار تاني، فهتخليه ايه، ريفرس. هنقول ريفرس انيميشن كنترولر، انيميشن دوت ريفرس، تمام، يعكس الانيميشن. يعني هيبقى من كام بقى، لو هو مثلا بقى بواحد، يفضل يصغر بقى. يعني مثلا كمل الابر باوند وصلت لواحد، تمام، هنا مثلا وصلت لواحد، فهو يرجع يصغر بقى من واحد بقى، تبقى 6 من 10 و9 من 10 و7 من 10، تمام. فريفرس دي بتعيد بقى ايه، بتعكس الانيميشن، تمام. انما فورورد، فورورد دي بتبدأ الانيميشن بتاعك. طيب انا عاوز اعمل ايه، انا عاوز لما ادوس على الزرار ده بقى، هو راح فين الزرار اللي هو احنا كنا عاملينه في السكافولد، تمام، في هنا، تمام، في الامبرز دي هنديها ميثود اللي هي اسمها توجل، ماشي، توجل، ده اللي انا هديها الميثود اللي هي توجل، ماشي. فلما انا ادوس على الزرار، تمام، تعال بص، ماشي اهو شغال معايا اهو، تمام. يبقى انا ايه، لما ادوس على الزرار يحصل انيميشن. طب انا عاوز اسرع الموضوع شوية، هتعمل ايه، هتطلع هنا في الديوريشن، هتخليها مثلا ملي سكندز، ملي سكندز، تمام، وتخليها ايه، 300، ماشي، والموضوع هيبقى اسرع شوية يعني، ماشي. طيب اهو، ماشي. يبقى انت كل اللي انا عملته هنا ايه، بناء على العملية الحسابية اللي تحت ديت، تمام، السكيل بيتغير، كل اللي احنا بنعمله السكيل بيتغير، ماشي، والتحريك على محور السينات بيتغير، بس بيتغير بطريقة ايه، سموث كده، عشان احنا مستخدمين الانيميتد بيلدر، تمام، ومدي له الانيميشن ايه، او عشان ريكوايرد حاجة اسمها الانيميشن، تمام، ومحتاج انيميشن. فانت يا اما تدي له انيميشن، يا اما تدي له انيميشن كنترولر، والانيميشن برضو محتاج انيميشن كنترولر يعني، تمام. فخلاص هو ده الموضوع بتاعنا، ماشي. وانت كده عملت الايه، الكاستم درور ده. ورا هنا بقى ممكن تحط اي ويدجت، ماشي، يعني احنا مثلا حاطين كونتينر ورا، ممكن مثلا تحط سكافولد ورا تانية وما تديهاش اب بار، والبادي بتاعها يبقى ايه، تحط اي بادي من عندك مثلا، تمام. بس هو ده الانيميتد درور، تمام، وبسيط يعني، تمام. انت ممكن تعمل حاجات كتير قوي بالستاك والترانزيشن، ماشي، الترانسفورم ديت، الستاك والترانسفورم والانيميتد بيلدر والانيميشن ايه كنترولر، تمام. ممكن تعمل حاجات كتير قوي، تمام. السلام عليكم.